اول ما دخلت اسابق ما كانش في دماغي خالص ان انا احقق مراكز او ان انا ممكن ادخل اسابق يبقى لي مركز على المستوى المحلي، وطبعا ان انا ما ادخلش اسابق على المستوى العالمي وان انا احقق فيه مراكز برضو. دخلت تاني سباق، تالت سباق بدات احقق مركز متقدم، كنت اول جمهوريه في 2016 و2014 تاني جمهوريه. بدات اخد ثقه بقى ان انا لا انا عايزه احافظ على المركز ده، وان انا السباق اللي بعده عايزه افضل احقق كويس. مبسوطه جدا ان انا اول واحده في مصر احقق مراكز على المستوى المحلي في مصر او العالمي. مبسوطه ان انا يعتبر كده بكتب اسمي في التاريخ الراليات اللي في مصر. حاجه كويسه طبعا ان انا يبقى بعمل ريكورد ليا، بس يعني مش دي الهدف خالص. مبسوطه بيها، ونفسي اكتر على فكره ان تدخل بنات اكتر الرياضه ديت علشان حتى اشوف نفسي ومستواي ايه مع البنات. طبعا حابه ان انا احقق مركز كويس، ونفسي اصلا ابقى بطله العالم في الرياضه ديت، بس مش ده الاساس، مش ده اللي انا المفروض ابقى داخله كل سباق بفكر نفسي بيه فوانا على الستارت لاين. انا بحب الرياضه دي، بحب اللي انا بعمله، وهو ده اللي انا داخله اعمله.